من جانب آخر، أعرب وزير الخارجية التركية سناتلي أوغلو عن رفض بلاده لاستمرار سيطرة الأسد على سوريا بعد المجازر التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وأضاف أن الاعتقاد بأن بقاء بشار الأسد في السلطة يجلب الاستقرار لسوريا ضرب من الخيال على حد وصفه. من يعتقد أن بقاء بشار الأسد في السلطة يجلب الاستقرار لسوريا فإن هذا ضرب من الخيال. لا يمكن تخيل بقاء بشار الأسد في السلطة بعد أن قام بقتل 350 ألف شخص وتهجير نصف الشعب السوري، كما أنه لا يسيطر إلا على 14% من سوريا.